السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأريك كيف تستخدم أو تستمر في استعمال ويندوز لايف ميسنجر بعد إيقافه من شركة مايكروسوفت. طبعا سنستعين في هذا إلى برنامج اسمه ريفايفر 2. هذا البرنامج سيعيد إحياء ويندوز لايف ميسنجر. طبعا إذا كان على حاسوبك مثبت ويندوز لايف ميسنجر لم يكن مشكلة، أما إذا لم يكن كذلك فيمكنك انطلاقا من هذا البرنامج أن تقوم بتحميله كما هو الحال بالنسبة إلي. إذا لكي نستعمل البرنامج شرح طريقة استعمال البرنامج، أول شيء تذهب إلى هذا الرابط go.tcpf.com/reviver2، بعد ذلك تنقر على داونلود ميسنجر ريفايفر 2. البرنامج صغير جدا، يعني فقط بعد النقر سيتم التحميل مباشرة وتثبيت البرنامج. إذا كما تشاهد معي ففي هذه الحالة حاسوبي لا يتوفر على ويندوز لايف ميسنجر. إذا هنا يمكنني الاختيار بين نسختين، ويندوز لايف ميسنجر 2009 أو ويندوز لايف ميسنجر 2012. إذا على سبيل المثال سأختار ويندوز لايف ميسنجر 2009 لأنني أحبه بكل بساطة. سيتم تحميل البرنامج كما تشاهد معي ثم تثبيته. إذا كما تشاهد مباشرة تم الانتهاء من التثبيت انبثقت نافذة ويندوز لايف ميسنجر. الآن سنحاول الدخول. طبعا للإشارة وأؤكد أنه في حالة إذا كنت مفعل لخطوة الأمان، خطوة الأمان في الإيميل يجب عليك إيقافها، لأن إذا كنت يعني مفعل الخطوة لن تستطيع الولوج إلى ويندوز لايف ميسنجر. أوكي، فقم بتعطيلها، يعني خطوة أنه يتم إرسال لك الكود على الهاتف في حالة تسجلت أو سجلت دخولك من حاسوب آخر. يعني قم بتعطيل هذه الخاصية لكي تستطيع الدخول على ويندوز لايف ميسنجر. جيد، إذا الآن سجلنا الدخول على ويندوز لايف ميسنجر، ننتظر ونتابع ماذا سيحصل. طبعا كما تعرفون ففي الوهلة الأولى يأخذ وقت طويل من أجل تحميل، لكن بعد ذلك يصبح سريع. ها هو ذا. إذا ويندوز لايف ميسنجر يعود مرة أخرى للحياة كما تشاهد معي. يا سلام، لقد اشتقنا لهذه الأصوات. أوكي، إذا كان هذا هو شرح استرجاع ويندوز لايف ميسنجر للعمل. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابك. لا تنسى أن تنقر على الزر لايك إذا ما أعجبتك حلقة اليوم. كذلك يمكنك متابعة المحترف وجديد مواضيع المحترف على الرابط www.tcprofessional.com. انضم إلى أضخم صفحة متخصصة في التقنيات المعلوميات فقط على facebook.com/tcprofessional. وكذلك لا تنسى أن تنقر على سبسكرايب إذا كنت تواجد على يوتيوب، من أجل أن تنضم إلى أزيد من 120,000 مشترك بقناة المحترف. أراك في حلقة غد، موضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.